مطلق. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر أشواطنا المثيرة وتحدياتنا القوية من هنا من ميدان الشحانية، حيث القوة والإثارة، حيث سباقاتنا المحلية تكون بمثابة الأشواط القوية. أبدأ مباشرة مع المركز الأول. الله يا صوغان، هذه معركة السلالات، حتى وإن كانت في فئة سنية صغيرة، ولكن الأبطال دائما ما يبدأون مسيرتهم بنجاح من البداية. صوغان يحتل المركز الأول، علي بن سالم بن راشد شير المري المركز الثاني، سلالة مبلش أيضا تحضر ويا بلشتكم من بن بريك اليوم، خذ الشوط الماضي ويريد أيضا شوطا آخرا، طماع في هذا اليوم، لا يرضي غروره إلا المركز الأول. هذا هو مبلش يحتل المركز الثاني لعبد العزيز بن بريك بن محمد المري، ولكن ينخطف المركز الثاني من مثير في شوط الإثارة، في شوط القوة، مثير في المركز الثاني خليفة بن يوسف بن عبد الملك. المركز الثالث مبلش لعبد العزيز بن بريك بن محمد المري، وفي المركز الرابع يتقدم ذيبان لمحمد بن حمد بن محمد بن خزينه المري، وفي المركز الخامس هنا مشوت لعبد الرحمن بن محمد بن حمد بن حبون المري. هذا مشوت مكيم بيعطب لونا في قادم الامتار. الله، الاسماء مشوته، والتوقيت عندنا اليوم 5 دقائق و51 ثانية. كل الامنيات بالتوفيق. اشوف الشعار، شعار صوغان يحتل المركز الاول ولكن ينخطف مع مثير، شعار خليفه بن يوسف العبد الملك يسيطر الآن ويمتلك الصدارة مع مثير. مثير إذن في المركز الأول، المركز الثاني صوغان، صوغان يحتل المركز الثاني لعلي بن سالم بن راشد نشير المري، ولكن دخول ملو الشاهين. الله، مسفر بن علي بن سفران يقتحم الآن المركز الأول، وهذا ولد شاهين صاحب نقطة في سباقنا المحلي السابع. يا سلام، بن سفران إذا يقتحم الصدارة ويستولي ويحتل المركز الأول. ولد شاهين مرشح قوي لانتزاع نقطة هذا الشوط لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، ينتزع المركز الأول. المركز الثاني صوغان، علي بن سالم بن راشد نشيرة المري، والدور دور ذيبان، ذيبان يحتل المركز الثالث لمحمد بن حمد بن خزينة المري. المركز الرابع مثير لخليفة بن يوسف بن عبد الملك، بينما المركز الخامس يعود مبلش. الله يا بن بريك، مبلش لعبد العزيز بن بريك بن محمد بن بريك المري. الله الله الله، تحرك مبلش وقادم مبلش الى المنافسة، الى التحديات. ولد شاهين قائدا للمسيرة، بن سفران اذا يتحكم بالشوط، يتولى مسؤولية القيادة قائدا لهذا التحدي. مسفر بن علي بن سفران المري، ولد شاهين في المركز الأول منطلقا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الثاني هنا ذيبان مبلش على المركز الثالث. يا سلام، ولد شاهين بن سفران ينتزع المركز الأول، يرقص وحيدا فرحا طريبا مستانسا بالناموس والصدارة. ولكن يا بن سفران، أشوف صديقك بريك بن محمد قادم مع سلالتي مبلش، الجراند فاذر مبلش، ولكن ولد شاهين ينجح في معركة هذا الشوط، ينجح في تحدي السلالات، في صراع الجبابرة. تهانينا
والناموس لمالك ولا الشاهين مسهر بن علي بن مسهر بن سفران المري، هذا هو ولا الشاهين، واعتقد بأنه ينحدر من سلالة أصيلة ودائما ما يقتني هذا الشعار، السلالات الطيبة السلالات العريقة. بن سفران سلام، ولا الشاهين سلام. المركز الثاني يأتي في مبلش، تهانينا لعبد العزيز بن بريك بن محمد بن بريك المري. المركز الثالث كان من نصيب صوغان لعلي بن سالم بن راشد نشير المري. المركز الرابع كان مع ذيبان لمحمد بن حمد بن محمد بن خزين المري. والمركز الخامس شاهين لعلي بن محمد بن علي البريصي المري. مشاهدينا الكرام، ولا الشاهين إذن ينتزع المركز الأول بتوقيت مقداره 6 دقائق ثانيتان 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي ولا الشاهين، التهنية لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يأتي شعار قوي في هذا المساء، شعار بن بريك الذي انتزع المركز الأول، ولن نقول شعار بن بريك ولكنه شعار بريك بن محمد داعم هذا الشعار. تهانينا له على حصول مبلش على المركز الثاني، 6 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية، والتهنية لعبد العزيز بن بريك بن محمد بن بريك المري. المركز الثالث كان مع صوغان وتوقيته 6 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن سالم بن راشد انشير المري. وفي هذه اللحظات انقل الكلمة والميكروفون